السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تعلن فتح باب التسجيل في معسكر سدايا لحديثي التخرج. هنتعلم طريقة التسجيل في معسكر سدايا لحديثي التخرج في البيانات والذكاء الاصطناعي. بتعلن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر حسابها الرسمي وبالتعاون مع أكاديمية طويق عن فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات حديث التخرج في التخصصات التقنية في معسكر سدايا للبيانات والذكاء الاصطناعي. مسمى المعسكر: معسكر سدايا للبيانات والذكاء الاصطناعي، بيبدأ في 6 أغسطس 2023 الرياض. أهداف المعسكر: تمكين حديث التخرج من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والتعلم العميق والشبكات العصبية والخوارزميات، الممارسة العملية على مشاريع تطبيقية في البيانات والذكاء الاصطناعي، الاستفادة القصوى من خبراء ومتخصصين في المجال بشكل مباشر، الفئة المستهدفة حديث التخرج في التخصصات التقنية، المتطلبات درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التقنية. طبعا هتعلم طريقة التسجيل في هذا المعسكر: معرفة جيدة في لغات البرمجة بشكل عام ولغة بايثون بشكل خاص، معرفة جيدة في التعامل مع البيانات، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، بدء التسجيل 16 يوليو، انتهاء التسجيل 22 يوليو، انطلاق المعسكر 6 أغسطس. بادر بالتسجيل، اضغط على بادر بالتسجيل من هنا، تفتح لك الصفحة الخاصة بالتسجيل على هذا المعسكر. الاسم الأول، اسم الأب، اسم الأخير، المدينة تقوم باختياره من هنا، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، رقم جوال آخر، الجنسية، الحالة الوظيفية، تاريخ الميلاد، الجنس. يجب إدخال تاريخ الميلاد بالميلادي فقط، ثم تضغط على التالي. ينقلك إلى الدرجة العلمية، تقوم بكتابة المؤهل واختيار المؤهل، ثانوي، دبلوم، بكالوريوس مع ماجستير، الجامعة، ثم التخصص، ثم المعدل، ثم تضغط على التالي. ينقلك على التقديم على المعسكر. هنا: هل لديك معرفة بالبرمجة؟ هل لديك خلفية علمية أو عملية عن تعلم الآلة؟ كيف تقيم معرفتك بلغة بايثون؟ كيف تقيم معرفتك بالإحصاء وغيرها من الأسئلة؟ تقوم بالإجابة عليها، ثم التالي. آخر شيء: تأكيد وإرسال، تأكيد وإرسال، تأكد أن جميع المعلومات صحيحة، المعلومات الشخصية، الدرجة العلمية، تقديم وأسئلة خاصة بالمعسكر، ثم تأكيد وإرسال. طبعا في النهاية أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.